أسألها باعتبارها أنها إعلامية وعاشت في المجتمع الأمريكي كثيرا ولها خبرات مش بس في أمريكا، في دول كثيرة جدا. أسألها هل يمكن أن تكون هناك وسائل اجتماعية للتقارب بين المجتمعات المهاجرة المصرية والمجتمعات الأمريكية؟ هل يمكن أن يحدث ذلك؟ نشوف أحياناً يمكن أن يسمى باستضافة العائلة المضيفة، قد ربما تتم تخلق نوع من العلاقة. وبعد كده عن بصفتي خبيرة إعلامية داخل الأمم المتحدة. فأنا شفت إنه في الكوميونيتي أو الجالية هنا بتقوم بأعمال كتيرة جدا الحقيقة، وأعمال مشرفة. ربما الإيفنت اللي احنا فيه النهاردة، سيمبوزيوم اللي احنا فيه النهاردة، وده تاني سيمبوزيوم بنظامه الدكتور ماجد رياض، أحد الأمثلة الجيدة اللي ممكن تكون موديل نطوره ونبني عليه، لانه في تقارب بين الكوميونتي سواء الامريكيه بالنسبه للمصريين الامريكيين اللي عايشين في الولايات المتحده او الامريكيين. احنا شايفين في شخصيات من المجتمع الامريكي موجود. السؤال هنا هو ازاي نقدر نوصل اللي بيحصل النهارده للخارج. انا شايفه النهارده في كاميرات كتيره موجوده كلها من التلفزيون المصري أو من التلفزيونات الخاصة في مصر، وصحف مصرية وصحف من صحف المهجة هم اللي بيغطوا الحدث النهاردة. لكن هل ده وصل لمصر؟ وصل للولايات المتحدة؟ وصل داخل الولايات المتحدة؟ أنا شايفة أن المشكلة هو أن احنا هنا بنكلم نفسنا، وفي مصر برضو احنا بنكلم نفسنا، الاثنين ما بيكلموش بعض. هي دي الأساس بتاع المشكلة. مصر بتعمل شغل كويس لكن ما بيوصلش بشكل جيد للولايات المتحدة. الكوميونيتي المصرية الأمريكية بيعملوا شغل كويس جدا لكن ده مش واصل داخل الولايات المتحدة. أنا كنت زي ما قلت إنه الدكتور ماجد رياض بيقوم بعمل جيد جدا وكلنا بنقدره وبنشكره طبعا على هذا المجهود الكبير للإيفنت النهاردة. لكن في من خلال الفترة اللي أنا كنت موجودة فيها هنا، وهقول بشكل مختصر لمدة 30 ثانية، إنه في من الجالية من بيقوموا بأعمال جيدة جدا. أنا كنت شفتها وبتعزم في الإيفنتس بتاعتهم طول الفترة اللي فاتت، زي جابة سنة مصر قامت بشغل كويس جدا بعد 30 يونيو لتصحيح الصورة. كان في كمان الإيجيبشن أمريكان كوميونيتي فاونديشن، وهي المؤسسة المصرية الأمريكية، قامت برضه بشغل كويس جدا بعد صياغة الدستور وعشان توضح الصورة. وفي إيهاب أو الإمباورمنت والهابيتات والإندبندنس وأدفانسمنت وباترين للدكتورة فاطمة عبود اللي موجودة معنا النهاردة. هذا كله وصل للمصريين؟ ما أعتقدش أن حد حاسس بالشغل والمجهود الكبير اللي بتاعنا. الحقيقة من المؤكد أنه الارتباط الجالية المصرية هنا بعضها البعض واضح أنه زاد من عام إلى عام. دائماً الحياة بالاهتمام واضح يعني، وأيضاً الحياة بالمجهود. فعلاً الفرسان مش عايزين لا يرتبوا بشيء غير يقدموا أنفسهم ويقدموا شيئاً للوطن بكل ما يمتلكه زي الدكتور ماجد. ويعني فهنا المسألة الأساسية أستاذ عبد المقصود، يعني باعتبارك هنا إيه اللي حصل تطور في ارتباط الجالية ببعضها البعض، ولا أنت شايف إنه ما حصلش تطور؟ السؤال الثاني، هل المسألة كلها هي انعكاس لعلاقات داخلية داخل المجتمع المهاجرين، ولا في الحقيقة أن النجاح الذي يمكن أن يحققه النظام المصري يمكن أن ينعكس بسهولة على أداء الناس؟ لأنه إذا حبيت النظام أنت
تنتميت له، واذا انتميت له يمكن ان تستفيد او تقبل بما يريد. فضل خليني اول لحضرتك، انت شكرت وقلت على جمال يسرى وحسين فهم النهار، خليني اوحش واحد في القعده بس بس بخلاف كده خليني اقول لحضرتك على حاجه. احنا عندنا مشكله في جاليه. المشكله كالاتي، انا جنهوت مواطن مصري امريكي، لكن لغايه الان احنا ناقصين الانتماء لهذا الشعب الامريكي اللي احنا عايشين وسطه. بمعنى ان لو في مشكله بدل المشكله لا تخص مصر ولا تخصني، ولكن وده اللي احنا بنحاول نغيره دلوقتي. حضرتك طبعا عارف المشاكل اللي حصلت اخيرا وحوادث القتل البشع اللي احنا بنشوفها. كم واحد مننا النهارده حاول يكتب عن هذا الموضوع؟ كم واحد مننا النهارده يعني رفع صوته وقال اللي بيحصل ده غلط؟ مفيش حد يعني. ففي عندنا جيل تاني بدا يفكر يعني بتفكير غربي امريكي، وانا يعني عاوز اشكر منهم بعض الناس اللي موجودين معانا النهارده. معانا مارك واصف، ومعانا بيير، ومعانا مرقص. شباب بصراحه يعني هنقعد واشجعهم ان هو يستمر. فبدانا نراسل المؤسسات العالميه، تلفزيون وصحافه، ونقول لهم لا احنا مصريين امريكان، احنا كذا وكذا وكذا. وعندي نسخ من جوابات هم فعلا كتبوها وقدموها اول مره. تاني حاجه برضو كان في ارتكلز طالعه من واشنطن بوست، وردوا عليها برضو رد محترم ويشرف الكلمه المصريه يعني. فانا شايف ان في تقدم، يمكن مش على الدرجه الكافيه. عشان كده النهارده يعني لو اتيحت لي الفرصه احب اقول لكل واحد ان اول لو قريت حاجه وما عجبتكش رد عليها، لو سمعت حاجه في التلفزيون وما عجبتكش اتصل بيهم. Every voice counts. زي every vote counts, every voice counts. في برضه يعني يمكن الاستاذ مصطفى محمد، استاذ محمد الشرقي تطرق ليها، نقطه الاعلانات والاعلام. لا انا شايف ان دي نقطه مهمه في المرحله اللي احنا فيها. الكامبين اللي هو بدا وحاولنا نعمله، لكن الامكانيات ما قدرناش، وطلبنا مساعده احد رجال الاعمال ومشكورا يعني تطوع. ما اعرفش اذا كان حضرتك شفتوه في الناس داك في التايم سكوير، في كل ده التطوع، ونجيبه الخاص يعني $500,000 تقريبا. الاستاذ احمد ابو هشيمه ساعدنا كتير وقعدنا النهارده يعني شكرا مع ابناء الجاليه لهذا التطوع. ففي تعاون بدا يبقى بيننا كجاليه وبين اشخاص هناك في